الحقيقه يعني موقف مجلس علماء العراق يعني مشهود له في هذه الساحه، ويعني لسنا بالبعيد عن قضيه التظاهرات التي خرجت تندد بكل من يحاول ان يمس كتاب الله عز وجل، وكذلك النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه رضوان الله تعالى عليهم، لان الصحابه وكل يعني من يتبع الى منهج النبي عليه الصلاه والسلام هم خط احمر، علماؤنا لما ظهر عليهم من تلك الفترة الماضية من تجاوزات، ولهذه الألسن التي يعني تخرصت وحاولت أن تنال من العلماء والمشايخ الكبار والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمجلس علماء العراق يرفض رفضا قطعيا كل عمليات التطاول على الرموز الدينية من الصحابة الكرام ومن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومن العلماء الأجلاء، لأنهم رموز، وأولئك يعني الذين حملوا لنا هذا الدين وأوصلوا لنا تلك الرسالة العظيمة، فنجلهم ونحترمهم ونضعهم على رؤوسنا تيجانا ونكن لهم بكل الاحترام والمحبة والتقدير ونسير على خطاهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم يوم العرض عليه وتحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ونستنكر بشدة وندين كل من يحاول أن يتطاول عليهم بكلام أو فعل أو أي شيء يسيء، بل نجتهد في الدفاع عنهم، في الوقوف إلى جانب كل عمل يحاول أن يبين هذه الوجوه البيضاء الناصعة التي وضعت البصمات في التاريخ العظيم، وأن نبين تاريخهم المشرف ومواقفهم السامية من أجل كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما وضعوه في هذه البصمات في المجتمع من السنين التي مضت والتي يشهد لها ويشار لها بالبنان. فكانوا يعني نجوما يقتدى بهم ويحتذى بهم، ويعني يعني كانوا من عناصر وركائز القوة في المجتمع ومن الدعائم التي ثبتت هذا المجتمع بعد توفيق الله سبحانه وتعالى.